السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة إمسوان. إن شاء الله اليوم مع تلاميذ من الأوفياء والأعزاء، استعدادا للامتحانات الإشهادية. كما تلاحظون أنا موقع رسمي من مكتب الامتحانات التابع لوزارة التربية البريطانية، فيه جميع المواضيع السابقة محينة، ولو أن بعض السنوات في بعض المواد غير موجودة. إذن هنا امتحانات حسب الجهة، امتحانات حصول على شهادة ابتدائية، نيلت شهادة دروس ابتدائية. نختار مثلا سوس ماسة درعا، ثم تختار المدينة التي أنت فيها اللي هي المديرة الإقليمية، ثم المادة الرياضيات، ثم ديما تضغط على زر نعم. هنا وجدنا فقط السنة الأخيرة، يعني سنة 2018. بعد ذلك تضغط على الموضوع، ف سيضغط لك رابط PDF، أحيانا يكون بصيغة أخرى. يعني بعد إنجازك يعني الطريقة رائعة جدا في التمرن على الامتحانات. بعد إنجازك لهذا الامتحان في ورقات الوسخ، يمكنك التصحيح ذاتيا أو التصحيح مع مجموعة من التلاميذ الآخرين على الواتساب أو بشكل مباشر في قسم قاعة أو حديقة أو ما شابه. فستجد هنا رابط عناصر الإجابة، يمكنك تحميل عناصر الإجابة و نفس الامتحان، تحميل عناصر الإجابة والتصحيح لنفسك. وستجد إن شاء الله المعلومات التي تنقصك لتراجعها، والمعلومات التي أنت فيها جيد. لأننا المواد الأخرى فهي متواجدة أيضا، اللغة العربية والتربية الإسلامية امتحان واحد، واللغة الفرنسية. إذا هو التصحيح، تصحيح امتحان الرياضيات لسنة 2018، دورة يونيو 2018 في أكادير إذا وتنان. إنني نغير واحد ثلاث مواد هي التي موجودة في السلك الابتدائي في الامتحان الإقليمي. اللغة العربية نفس الشيء، تحمل الموضوع بفتحه في نافذة أخرى أفضل. بعض الأحيان تضغط على ضغط عليه فلا يشتغل التحميل. إذن دائما زر نعم، ثم في الأخير تضغط على الموضوع العلامة الصفراء مربع المستطيل الأصفر، وتقوم بفتح علامة جديدة في علامة تبويب جديدة، فسيفتح معك الامتحان، امتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية. هذا في فقط اللغة العربية، ثم عناصر الإجابة. عناصر الإجابة لا تحملها إلا بعد إنجاز الامتحان لكي تصححها لنفسك. إن حملتها في الأول وجبت بدون جواب شخصي فلن تستفيد شيئا. هنا امتحان ثالثة إعدادي، يعني شهادة الدروس الإعدادية، يعني فمواد أكثر: التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات. نختار مادة جهة الدار البيضاء ومادة، ثم نختار مثلا 2015. اس في تي لا، بس على صيغة وورد 4 صفحات، ثم تحمل بعد ذلك عناصر الإجابة. إذا مواضيع الامتحانات الجهوية الخاصة بأولى بك، فتختار نفس الشيء نفس الطريقة، تختار الجهات ثم المديرية ثم المسلك ثم المادة ثم السنة
الدورة هل هي عادية أم استدراكية؟ ثم تختار نوع الترشح، هل أحرار أو رسمي؟ وستجد بعد إن شاء الله في أصلا الموقع هو يعني هو مصدر كل الامتحانات، أغلبية الامتحانات الموجودة في المواقع الأخرى، فهي يأخذونها من هذا الموقع. إذا فالموقع بدون إعلانات وبدون نوافذ منبثقة وبدون شيء وتحميل مباشر، يمكنك الاستفادة منه بشكل أسرع وأفضل. فقط نتمنى من المسؤولين أن يضيفوا الامتحانات آخر امتحانات في بعض المواد، خاصة في اللغة الفرنسية مثلا في السنة الابتدائية ففيها تغييرات، فهي غير موجودة بالنسبة للسنوات الأخيرة. آخر سنة موجود في الموقع هي 2015، البرنامج الجديد تقريبا سنتين أو السنة الأخيرة، فهو قد تغير بالنسبة للغة الفرنسية في السنة السادسة. لأن الامتحان الوطني نفس الشيء، نفس الطريقة، اللغة الإنجليزية مثال. إذا فلا داعي للبحث في مواقع أخرى عن امتحانات أو نماذج أخرى. نتمنى أن يعجبكم الرابط في أسفل الفيديو إن شاء الله، ستجدون الرابط المباشر لهذا الموقع. نتمنى أن يعجبكم هذا الشرح، ولا تنسوا زر الاشتراك والإعجاب والتعليق إن كان لديكم أي ملاحظة. بارك الله فيكم والسلام عليكم.